يعني احنا نعتبر ان هذه المفاوضات هي طريق لا يمكن ان يؤدي الى يعني اعطاء الحقوق الوطنية الفلسطينية، لان هذا الطريق قد تم اختباره عبر السنوات الماضية، وبالتالي اسرائيل ما زالت تمارس عدوانها وهي تتنكر للحق الفلسطيني، وخاصة ان الولايات المتحدة الأمريكية تتبنى يعني الرؤية الإسرائيلية الكاملة للحل، فبالتالي وتستمر في دعمها للاستيطان يعني الإسرائيلي يعني قضم الأراضي ولاحتلال يعني المناطق الزراعية الفلسطينية، فبالتالي لا يوجد رؤية واضحة لمثل هذه المفاوضات. على هذه القاعدة نحن يعني نرفض هذه المفاوضات وندعو للعودة إلى الأمم المتحدة. يعني لا شك أنه عندما نقول لا تعطي إسرائيل الحق الفلسطيني ولا تريد الاعتراف به والولايات المتحدة الأمريكية تؤيدها بذلك، فهي تتنكر لأهم سبب من أسباب الصراع، وهو اقتلاع الشعب الفلسطيني إلى خارج أرضه في فلسطين. وأنا واحد من الذين ولدوا في لبنان، ولدوا في المنفى، ولدوا في المخيم، أنهم دفعوا ثمن هذا اللجوء وثمن النكبة، ثمن ما قامت به إسرائيل. لذلك لا يمكن حل الصراع إلا حل المقدمات التي أدت إليه. تصفية قضية اللاجئين أو إنهاء قضية اللاجئين لا يعني أنه حل إنساني لقضية اللاجئين، بل عودة اللاجئين إلى الأرض التي خرجوا منها إلى فلسطين. وبالتالي من الجريمة أن تكون إسرائيل فوق القانون ولا تحاسب. ونعرف نحن الكثير من القوانين التي أدانت إسرائيل والقرارات الدولية، ولكنها يعني تهربت منها ووقفت الولايات المتحدة مارست حق النقد الفيتو ضد كثير من قرارات إدانة إسرائيل. لذلك الرأي العام العالمي وشعوب العالم يجب أن تأخذ دورها في هذا المجال.